مبادرة الموهوبون العرب مبادرة جيدة رائدة لخدمة الموهوبون العرب في مراحل عمرية متقدمة لتحفيزهم. سلكت مسارا علميا يراوح بين التعليم الأصلي والعصري، حيث درست القرآن الكريم وبعض المتون، إضافة إلى المدرسة النظامية التي كنت ولا زلت ميالا فيها إلى دراسة العلوم التجريبية، وآمل أن تتاح لي فرصة دراستها بصورة أشمل وأعمق. أحيانا ألاحظ أن لدي طموحا وموهبة علمية وفقت من خلالها لتصدر رتبة متقدمة في الأولمبياد الوطني الذي تنظمه وزارة التهذيب الوطني في إطار جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. قد شاركت في بعض المسابقات وفزت فيها بتوفيق من الله. أعتقد أن أدائي في مقياس الموهوب العرب كان أداء ممتازا ولله الحمد. أعتقد أنه سيكون مشجعا على تحصيل المزيد من العلوم وتنمية موهبتي أكثر. تم ترشيحي على أساس انتقائي لمن يعتقد أنهم سيمثلون البلاد في أحسن تمثيل في هذا المحفل العلمي العربي. مشاركتي وترشيحي من دولتي يساهم شرف واعتزاز شعرت فيه بوجودي مع نظرائي من الدول العربية بأن الحدود الجغرافية تنمحي أمام وحدة الثقافة والهوية واللسان. سأحاول تحقيقها من خلال المثابرة والسعي الدؤوب لتنمية مهاراتي العلمية وتسخيرها لصالح التنمية والتقدم في الوطن العربي. لو تم اكتشافي سأعتبر ذلك بداية مسار علمي جديد وسأسعى للمزيد. طموحي القادم هو المشاركة في مسابقات أخرى عربية ودولية لاكتساب مستوى أعلى وتقنيات جديدة.